هعمل دلوقتي كيكه البلح الاسمر، كيكه البلح البني، كيكه البلح الرطب، البلح الاسود. عندي طبعا بلح جبناه وقشرناه وشلنا منه النوى. اتاكد كويس جدا انه طازه، واتاكد انا شخصيا لما باجي اقشره بمسك واحده واحده اشمها، لان واحده بس بايظه تبوظ لي الدنيا كلها وهو سهل ان هو يبوظ، فخلوا بالكم من النقطه دي كويس جدا. وانا بقشره ما اجيبش عليه ميه، يعني خلاص انا طبعا في الاول غسلته ونشفته وهقشره، بعد ما اقشره ما اجيبش عليه ميه عشان ما يبص، وما اقشروش بايدي، البسوا جلافز عشان ما يبص. دي كلها حاجات تحافظوا بيها على البلح انه ما يبص. طب بقيه المكونات بقى، كوبايه دقيق، معلقتين كبار بيكنج باودر، رشه ملح، كوبايه سكر ابيض، ثلاث بيضات، ثلاث معالق كبيره سمنه او زبده، الاثنين يمشوا، معلقه صغيره فانيليا، نص كوبايه لبن، نص كيلو بلح اسود متقشر ومتنظف من النوى بتاعه، معاها معلقه كبيره من الزبده ورشه من السكر. هعمل ايه؟ في العجان هحط الزبده معاها السكر وهشغل. السكر البني بيبقى حلو جدا في الوصفه دي، العسل الاسود بيبقى حلو جدا في الوصفه دي، اوكي؟ هقفل واشغل عليهم. الزبده لازم تكون في درجه حراره الغرفه عشان ما تخرصش مني. هحط هنا البيض عليه، هحط الفانيليا وانزل هنا بيضه بيضه، واحد اتنين تلاته، رشه ملح على البيكنج باودر والدقيق واقلب، انزل هنا معلقه معلقه، حطيت الزبده والسكر يعني عملت لهم ميكسنج كويس جدا الاول، نزلت عليهم ثلاث بيضات معاهم الفانيليا بيضه بيضه، هنا كوبايه الدقيق وعليها رشه الملح والبيكنج باودر، واحده واحده، اللبن واحده واحده في الاخر. شكرا. هنا هعمل ايه؟ زبده او سمنه في درجه حراره الغرفه عشان اعرف اتحكم فيها، وهحط لا كميه محترمه بقى يعني، معلش ليه؟ عشان تعمل لي كراميل حلو اهو. هحط عليه سكر، سكر بودره، سكر سنترفيش ابيض، مفيش مشكله، اللي موجود انا قدامي دلوقتي سكر بودره اهو، طبقه برضو محترمه اهو، ده سكر بودره مش دقيق. هحط بمعلقه مش بايدي، او اكون لابسه جلافز لان احتكاك الايد بالبلح بيبوظه، وهحط البلح. عايزين ترصوه رصه ظريفه، عايزين تحطوه كده على طول، براحتكم. طيب في طريقه كمان، بنحط السكر ده مع الزبده على النار الاول يعمل زي العجوه كده، وبعدين نقوم حاطينه يا جوه الميكس يا برده تحت، الطريقتين صح. العجان عايزه اخد دي بس عشان ما تتوسخش الدنيا هنا، جناب العجان الاول واتاكد ان كله مختلط كويس، وبعدين انزله على البلح والزبده والسكر. عايزين تحطوا رشه قرفه؟ اوكي. عايزين تحطوا رشه قرنفل؟ ماشي. رشه حبهان؟ اوكي. ثلاث حاجات هيمشوا معاها كويس جدا، وكمان جوزة الطيب. تمام؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على التسويه. درجه حراره 180. الرف اللي في النص درجه الحراره متحققه قبل ما ادخل الكيكه الفرن. الشوايه مش شغاله. المروحة شغالة إذا موجودة. مدة السوى من نص ساعة لساعة إلا ربع لساعة حسب الفرن بتاعي.
ما افتحش قبل مرور من 25 ل 30 دقيقة عشان اتأكد ان انا مش هخلي الكيكة تهبط. هشيك على الكيكة، لقيتها استوت بطفي الفرن واسيبها جوه 5 دقايق، اوارب باب الفرن واسيبها تاني 5 دقايق، وبعدين اطلعها على سطح ما يكونش سائع قوي واغطيها فوطة نظيفة فلة واسيبها تهدأ.